اليوم عندي في ماتر مئات العائلات دون ماء صالح للشراب. اليوم عندي في ماتر عام 2024 عائلات تمنع أبنائها في منطقة ترقلاش وفي منطقة سنيهيج وفي منطقة البهليل وفي منطقة البسبسية من مدينة أوتيك، تمنع أبنائها أنهم يخرجوا يلعبوا لا لشيء إلا لأنهم ما عندهمش ماء باش يدوشوا به. كيفاش النجم نعتقد في دولة تركت معتمدية ماتر اللي عمر البلدية متاعها يتجاوز 120 عام دون معتمد من 3 أفريل 2023 471 يوم ماتر دون معتمد. منذ 11 من أوت 2021 ولاية بنزرت ترزح تحت وطأة شخص منتحل سيفتوالي لا لشيء إلا أنه يسوق في نفسه صديق رئيس الجمهورية. إذا كان صديق رئيس الجمهورية بكل أدب أقول للسيد الرئيس صاحبك في دارك ما نجمش يكون باندي علينا نحن في ولاية بنزرت، ولاية الشهداء والجلاء، الولاية اللي ما يتزايد عليها حتى منطقة، لا بمنطق جهوي ولا بمنطق تاريخي، في نضالاتها وفي الدماء اللي قدم لها طيل التاريخ الحركة الوطنية. تنكرونا في عهد بورقيبة، وتنكرونا في عهد بن علي، وتنكرونا ليست في عشرية العشرية السوداء وأننا نصطلح شخصيا على تسميتها بعشرية الدمار الشامل، ولكن اللي صاير في ماتر واللي صاير في ولاية بنزرت بالتحديد طيلة السنوات الفائتة كان أكثر من الشيء اللي عانيناه منذ النظام البرقيبي ومنذ حتى نظام البيات. كيفاش نجم نقنع مواطن محروم من حقه في الماء الصالح للشراب أنه دولة عاجزة على تعيين معتمد قادر تفكر استراتيجيا؟ ما نجموش نكذبوا عليهم، لأن العباد هذه أنا عايش معاه، نجي الصباح في اللواج ونروح في الكار، نعمل 3 قهوة وندور تقريبا أغلبية الحياة الشعبية تاع ماتر، ونعرف العباد اش تحكي. العباد اليوم ما عندهاش بديل. السيد اللي قال رئيس الجمهورية في جبنيانة رأينا فماش دولة، والرئيس تشنج لأنه يشوف في نفسه هو الدولة، ربما لا نشكك في صدق الرجل ولا نشكك في وطنية الرجل، ولكن اليوم لأن الصدق والوطنية كافيان لتسيير دولة بالطبع غير كافي. ما عندكمش برامج للأسف، وأنا نعرف أنه فما ارتباك حتى في مستوى الحكومة، رئيس حكومة غير قادر أنه يعمل جملة سياسية. محمد المزالي أضعف رئيس حكومة تقريبا في نظام بورقيبة، أحمد الحشاني ما يتقارنش به. الثنائيات اللي حكمت تونس عبر التاريخ، إبراهيم بن الأغلب والوزير متاعه، حمودة باشا صاحب فتوحات وصاحب إنجازات، ولكن صاحب الإنجاز الحقيقي كان مصطفى صاحب الطابعة. أيضا من بنى الدولة ليس رحبي بورقيبة، اللي بناها أحمد بن صالح ورفاق أحمد بن صالح، واللي بنى التعليم في تونس محمود المسعدي مش رحبي بورقيبة. ولكن بورقيبة آمن بالرجال، وبورقيبة آمن الكفاءات، وما كانش يخاف من الكفاءات. ما فماش وزير شجاع اليوم يتوجه للسيد الرئيس يقول له يا رجل إيش قاعد تعمل؟ اليوم تونس تفك منا. كيفاش نجم نمشي لصفاقس ونقول الأهالي غادي رأي الدولة موجودة وأنا ما عنديش والي في صفاقس، داخل انتخابات رئاسية بلاصة فيها مليون ناخب ما عنديش فيها والي، ومن بعد نقول يتآمرون يريدون؟ كلنا نسمعوه الشيء هذا، نسمعوه في 25 جويلية 2021، بعد 3 سنين ما عندوش الحق سيد الرئيس ولا أي واحد من الحكومة يقول يريدون ويتآمرون وهم ونحن كذا، نعرفوهم راه ونقول يريدون. أي بعد 3 سنين وينك سيد الرئيس؟ هم يريدون وأنت وين؟ وأنت ماذا تريد؟ إذا كان شعار الشعب يريد هو شعار الحملة الانتخابية المركزية، هل أن الشعب يعرف ما يريد؟ أن تصور الشعب يعرف شنو يحب، ولكن أن السيد رئيس الجمهورية يعرف ما يريد؟ وين الشركات الأهلية؟ 20 مليار الشركات الأهلية، أما كي تقرب الانتخابات نزيدوا في السميق ونزيدوا في منحة العائلة الموزة ونعملوا كالدول المتخلفة الكل، وتحب عنا ثقة في الدولة. كذبوا علينا في ماتر لسنوات، قالوا لنا عندكم منطقة صناعية للصناعات الغذائية والتحويلية، أكثر من 20 هكتار أراضي دولية محرومين منها وتتعطى لرؤوس الأموال وتتعطى العصابات. قالوا لنا باش نعملوا لكم مستشفى جهوي. قالوا لنا عندكم أكثر من 500 مسكن اجتماعي ومسكن شعبي. أما الناس هذوكم ما قالوش نحن نؤمنوا بالسيادة الوطنية. يعرف روحهم عملاء. وكنت تكلم الموقع هذا يعرفوا انني نتاع السفارات ولنا التربيه نتاعنا كوطنيين ديمقراطيين، ونحن الفصيل السياسي اللي قدم اكثر شهداء سواء القضيه الفلسطينيه المتوانسه وسواء تاريخ تونس، بدايه من الفاضل الساسي محمد فلاح فتحي فلاح وصولا
شكري بالعيد وغير شكري بالعيد. الوضع يجب ان يتحسن. المواطن التونسي اليوم راه مش باش يمشي صندوق الاقتراع باش نكونوا واضحين، لانه مش في حتى تحسن. كيفاش تنجم تقنع مواطن في مطر اليوم انه باش يمشي ينتخب قيس سعيد او غير قيس سعيد؟ دوله ما تنجمش تحط له معتمد. اليوم الاهالي في مطر يسالوا فيا على الاستعجالي والاكستنسيون تاع الاستعجالي، ما فماش وما نجمش نكذب عليهم، راه ما فما حتى شيء وما باش بدل حتى شيء وما فما حتى انسان يخمم وما فما حتى انسان عنده الحد الادنى من الشجاعه باش يمشي رئيس الجمهوريه يقول له يا رجل ماذا تفعل.